اكبر برج في مدينه الرباط، راه طور انجاز كيتبنى تقريبا دابا هادي عامين، هادي واش كيتبنى ولا عام ونص ما نقدرش نقول لكم، نحدد لكم الوقت، مازال وصلوا تقريبا للنص ديالو. ها هو كنصور لكم غير من الطوموبيل اللي كنت كنركبه مع خويا، كنصور معاه. وهذا واحد المسرح كبير، اكبر مسرح قال لك في افريقيا، داير بحال الشكل ديال الباطو، فهمت، بحال الشكل ديال الباطو. ممنوع نصور نورمالمون، مي صورت غير من الطوموبيل، كنت بغيت نصور لكم في القريب مي صورت غير من الطوموبيل، وما حسن من بلاش هانتوما. حتى هذا راه تقريبا هذا عامين هو كيتبنى، راه واجد، خاصو غير التدشين هانتوما. ايوا قلت نشارك معكم خوتي هادشي ديال الرباط وداكشي و... السلام عليكم حبابي، كي دايرين، شخباركم، هانيين، كلشي لاباس، اش كتعاودوا؟ اش غنقول لكم خوتي خواتاتي، سمحوا لي بزاف بزاف، لان راه مني جيت وانا في الوراق، وراه كتعرفوا المقاطعات المغربيه وهذا كيكون داكشي بشويه بطيء وداكشي. المهم ما نقول لكمش وما نعاود لكمش شنو داز عليا بالوراق، ومازال وقلت بحال هو ما فيها باس نطلع لكم شي شويه، نصور لكم شي شويه مدينه الرباط. دابا انا في مارينا الرباط خوتي خواتاتي، قلت نصور لكم شويه. عاد ساليت خرجت من عند واحد شي ورق وداكشي، قلت ضروري ندوز للمدينه ونصور لكم مارينا الرباط. ها انتم خوتي خواتاتي، شوف انتم مارينا الرباط، هانتوما في جنب واد ابي رقراق، الناس اللي كيعرفوا انا دابا في الرباط، في السونتر ديال الرباط. هانتوما هنيها راه كاين سلا، هنيها كاينه سلا، وهنا انا فين كاين الرباط. اللي كيفرق بين الرباط وسلا، راه سلا راه هو هذاك، راه سلا، وهذاك اللي ليه راه البحر سلا. وهنايا كاين، هنا كاين كيفرق بين واحد نهر ابي القراق، هو اللي كيفرق بين سلا والرباط. دابا انا في الرباط وانا بنت الرباط، نقدم لكم راسي. كي دايرين خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ هانيين، لبس عليكم، اش كتعاودوا؟ والمهم المهم غنصور لكم شي شويه، بقاو معايا نصور لكم كل شيء فين غادي نمشي ونصور لكم. بغيت نشارك معكم هذا الجو الزوين، هذا الجو الرائع. هانتوما كنقرب لكم، هذه مدينه الودايه، في كاينين السكان ديال الودايه، وهنا كاينه سلا مارينا، سلا مارينا كيفرق بين الرباط وسلا كيف قلت لكم قبل، النهر ابي رقرق. وكاينين الناس اللي كيقطعوه بالفلوكه، شحال من خطره قطعنا حنا ملي كنا صغار كنقطعوا بالفلوكه. هانتوما هذه كلها الرباط، هاد البلاصه كاينه سميتها الودايه، في الجهه الاخرى في اونفاس في كاين تما كاينين الودايه. وهادو الفلايك، واحد الجو زوين رائع، قلت علاش ما نشاركوش معكم، حيت كاين اللي ما كيعرفش مدينه الرباط وكاين اللي كيعرفش مدينه سلا، قلت نشارك معكم خوتي خواتاتي علاش لا. والقهاوي هانتوما كاملين، كاينين دي ريستورون، كاينين قهاوي، كاينين دي سناك، هانتوما الجو رائع. كنضير هنا غير يطيح الظلام، هانتوما هادو كلشي على مارينا، كتكون لا كورنيش وكتكون ملي كيكون الجو سخون وداكشي. اليوم الجو شويه شويه غادي يطيح الشتا، مي مغيم، داكشي اللي قلت علاش ما نشاركش معكم هاد الجو الرائع الزوين الخلاب. هنا خوتي خواتاتي كاين بحال شكل الباطو، ولكن ريستورون ها هو فايت لي دخلت ليه، مازال تيكون عامر وداكشي. دابا مع الكوفيد وداكشي ناقصين ليفيكتيف، ناقصينها، مي غزال هانتوما، باطو فوق الماء او ميم طون ريستورون فوسط الرباط، فوسط الرباط. وانتوما كيفاش كتشوفوا الدنيا كي دايره في الليل وداكشي، الناس من بعد كيخرجوا وداكشي، هادشي اللي كاين خوتي خواتاتي، وبقاو معايا.
وهنا هي واحد الخرشه ديال النفق تحت من القنطره طويل. دابا نصور لكم شنو نقول خويا يدخل بالطوموبيله ويصور لكم، راه طويل بزاف بزاف بزاف، قطع تقريبا واحد المسافه طويله، حيت دابا ولا الطوموبيلات بزاف والرباط كبر وعمر وكل شيء عنده. سولت السيد قال لي لحيت با بابا بابا لحيت با لحيت بابا وهنا اخوتي اخواتاتي كاين واحد المجمع ديال الصناعه التقليديه دابا مسدود، فايت لي دخلت له، كاينين الزرابي، كاين محل ديال الطرس، كاين محل ديال لا بانتور، كاين كاع لي ماغازان كاملين التقليديه كاع ديال الرباط، في كاين داكشي رباطي داكشي فاسي، كاع في ما كانش حاجه تقليديه كاينه الداخل. هنا خوتي خواتاتي بغيت نقدم لكم بالنسبه للناس اللي عارفين وما عارفينش، هذا باب ديال الودايه، باب الودايه اللي عارف قصبه الودايه، هي هذه قصبه الودايه هذا في الباب، وهي عندها بزاف ديال البيبان كطل على البحر من الجهه الاخرى وكطل على مدينه سلام من الجهه الاخرى، وهي كاينه في الرباط قسمة الودايه. وانا خلاص النظارة جينا في الليل، نصور لكم في الليل الرباط في الليل كيفاش داير، غير شويه من الرباط ماشي بزاف، واحسن من دخلات بلاش خوتي خواتاتي، عارفين اني كنحمق عليكم وكنسط عليكم. وانا خوتي خواتاتي كاينه دار الصالح في كيتعلموا الاقتصاد وكنقدي شو هذا الزخرفه كيفاش دايره داكشي زوين لي زون ديال الاقتصاد، داكشي زوين اللي كيتعلمو فيها. انا وبقاو معايا خوتي اللي كانت نوريها لكم. وهنا من بعد ما سيلينا الرباط مشينا هنا للتماره، كاين واحد البلاصه كيديروا فيها الشوا، كيديروا فيها الطنجيه، كيديروا فيها اللي بغيتي ديال الماكله كيديروها نتوما الطنجيه، وصورت لكم شي شويه غير لقطات طويجنات نتوما، وكاين اللحم بخار، كاين الدجاج، كاين لي سلطات اللي بغيتي واللي حليتي عليه فمك كاين. هانتوما خوتي خواتاتي، هانتوما اللي حليتو عليه فمكم كاين، داكشي زوين ونقي وكلشي، هادشي اللي كاين. وهنا خدينا الدجاج غزال بنين معمر، فيه الروز، فيه الفريت، داكشي بنين غزال هائل مع شويه ديال لاصوص الزيتون. ايوا عشيوه، حنا ما كناش بزاف بينا، كنا غير شي ربعه بينا والبنيته صغيره، هادشي اللي كاين. صافي خوتي خواتاتي كلينا وكان داكشي غزال، ما شهيتكم فيه وحق الله العظيم، داكشي هائل وبنين فهاد التماره ماشي بعيد على الرباط، الناس خارجين الجو زوين نقولوا كاين الصد. والله العظيم اخوتي خواتاتي بحال تقولي كاين شهر، المهم نقولوا شهر خمسة هكذاك، حنا راه غير في شهر واحد. ها نتوما الناس كتعشى، الناس خارجة، الناس ايوا. المهم شاركت معكم اي بلاصة مشيت ليها نشاركها معكم، واخا هاد اليومين هادي دازت عليا بالوراق وطلع وهبط وطلع وهبط وطلع وهبط، مي الحمد لله قال لك من بعد خلاتها من بعد مشقتي رخفة ماشي مشكل. المهم خوتي خواتاتي فيما مشيت نديكم معايا، فرحانة بزاف لأن أنا في الرباط ومع العائلة، وخرج شوية نفوجو شوية نتعشى ونتغدى، والمهم باش مكان اللي كانت غندوزها معاكم. حنا غادي نركبو في الطوموبيله ويمكن غادي نمشيو نتساراو شويه في جنب البحر، لا كورنيش ديال تماره. تماره ماشي بعيد على الرباط، تقريبا غير شي 10 كيلومتر هكذاك، ماشي بزاف تماره. المهم خوتي خواتاتي هانتوما معايا اللي كانت غندوزها معاكم، انتما في القلب كنحمق عليكم وكنسطع عليكم، يلا بقاو معايا.